انت اللي جايبها؟ جايب القهوه ذي؟ شوف شوف سعود الجوزه بالضبط، ابو جابر، ابو جابر، ابو يابر اسلم. وانا بعد جايب دله، ما هي بدله سعود. لا دلت كلها دله سعود. نعم خلوني اسوي لي دله بعد. لا والله يوم قلني بروح قالت ام محمد اسمعكم تقولون العامل الجديد حق القهوه، قلت بالله قهوتها ما هي باللي. قالت انا تروح تضبط ذيك الدله وذاك النعناع والشاهي الحبق. ارحب. ما رحب. واسلم. تقبل الله. الله منك. كيف حالك؟ طال عمرك. ساك طيب. شلونك؟ ساك بخير. ساك طيب. الله يحييك. مجر السلامة. الله يعافيك. ابو جابر. كيف انت؟ سلمت. يا سعود سلم لي على جدك عمود. عود. جزا الله انه. كثرت فيها المسمار الليلة. مضبوط. ها؟ والله انا ريلتي. الليلة ما بعد اشتهيت القهوة مثل الليلة. اما انا بتقهوى من قهوة امي ما اعلمك. جاء الامر طويل. اقول ليلة. ايه. ما بعد اشتهيت القهوة من الليلة. صدق والله. اي والله. ليه؟ قمت من النوم الساعة 5. واحرك وعود طال عمرك. لا ابغى اشم ريح العود في القهوة. سلام. تجي تجي. واجيك افطر والقهوة تطبخ. بس انسرقت. ايش قهوتك؟ افا. جيت ويدي قلت فريد قوم انا مسروق، انا مسروق. مسروق ايش؟ طلعت من البقالة معي عصير وخبز. وقف عندي اكل واحد قال السلام عليكم. وعليكم السلام. بوف يا خالد. والله العظيم. لا اله الا الله. ما صار طمعته عصير خبز؟ انا قلت حمامه الحباب. يا ولد اصدقت اللي والدي. اسمع انا اسمع بالنهب والدنيا دي، لكن والله يوم شفتها اصغر عقله انصدمت. عصير وخبز. عصير وخبز. طيب افطار الصائم في المساجد. اتفكر قلت في ذمتك والله العظيم قاعد اضحك زين واعود البقاله واخذ عصير واركب موتري واعود واجي ولدي قلت وليد قم قال العلم. قلت انا مسروق. انا قلت راح الحين موتر راح على موتر وليد. يا صور عقول بعض الناس. يا رب انا قبل شويه اتساءل، انا احب اقول نزلت في حسابي قلت الطيبين انواع، لكن وش ما نطيب الطيبين؟ في واحد من الشعار يقول الطيبين انواع وطيبهم اللي حتى لو يشوف الردى ما ترد. الله. وفي روايه اخرى يقول احد الشعراء الطيبين انواع وطيبهم اللي لو يتردى صاحبه ما تردى. فانت وش وجهه نظركم باطيب الطيبين؟ انا اشوف الطيب